الفوازير، انا عارفه ان انت تعرض عليكي فوازير كتير في الفتره الاخيره، ويمكن زمان في بدايتك برضو تعرض عليكي فوازير. لو حبيتي تعملي فوازير في الفتره الجايه وتعرض عليكي، ايه الشكل اللي هيكون عليه الفوازير؟ يعني هتعمليها استعراضيه بشكل نوبي، بشكل سوداني، بشكل ستايل جواهر، ولا هتغيري في الستايل؟ هي الفوازير لازم تبقى بكل الاشكال، مش شرط يبقى شكل معين او مثلا يبقى واخد خط معين، لازم يبقى بكل الاشكال. يعني مثلا لو هنعمل لكل الدول العربيه، مش هيبقى مثلا نوبه والسودان وبس او مصر والسودان وبس، لا، هيبقى شامل كل الدول العربيه. مين من الفنانات اللي كانوا بيعملوا فوازير زمان كنت بتحبيهم قوي ونفسك تبقي زيهم؟ اكيد لين وشريهان، هم اكتر ناس عملوا فوازير. يعني حتى ذكريات طفولتنا معاهم حلوه، يعني لحد دلوقتي كل ما بيجي رمضان بنفتقد ده بصراحه. يعني اتمنى انه ده يرجع تاني.